عايزك تنسى مشاكل السبورتاج عموما في الاضاءه، سواء كانت هالوجين او زينون او ليد، لان احنا دلوقتي بنعمل كله الحمد لله. دي النور بتاع العدسه الاسفوك بتاعت العربيه الليد، تمام؟ وده العدسه الجديده الليزر اللي احنا ركبناها. ده شكل العدسه الاسفوك، وده شكل العدسه الجديده. ممكن تداري على العدسه الاسفوك بتاعتك، وده شكل النور العالي. حط العدسه الاسفوك تاني. ده الفرق في العالي ما بين العدسه الجديده الليزر وما بين العدسه الاستوك الليد بتاعت العربيه. طبعا فرق رهيب جدا في الاضاءه، وطبعا مفيش اي ايرور في العربيه نهائي.